في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي يؤكد أن الحرب المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر. وتزامنا مع الذكرى 49، مجلس الوزراء يؤكد أن الاستثمارات في أرض الفيروز تخطت 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات. زيلينسكي يشدد على ضرورة كسب الحرب في أوكرانيا لمنع روسيا من التوغل في دول أخرى. 6 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. نصر أكتوبر كان وسيظل دوما علامة مضيئة في سجل انتصارات هذه الأمة، وهو النصر الذي أعاد اكتشاف قدرات وإمكانات المصريين ووحدة صفوفهم في مواجهة التحديات. 49 عاما مرت على هذا النصر المجيد، ولا يزال أبناء هذا الوطن يقدمون التضحيات لحماية الحق والكرامة ويصونون قواعد السلام المستند إلى القوة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه. وفي الذكرى 49 لنصر أكتوبر، توجه الرئيس السيسي بالتحية للشعب المصري وللقوات المسلحة الباسلة لشجاعتهم وبطولاتهم ولشهداء الأبرار الذين جادوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن. كما توجه الرئيس السيسي بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه يحقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية، وحققت فيها مصر معجزة العبور. وقال الرئيس السيسي إن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. احتفل مصر اليوم بذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة، يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة. إن يوم 6 أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوماً مقدراً له أن يظل خالداً، ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام. فمصر لم تحارب فقط دفاعاً عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. أكد الرئيس السيسي أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر. وشدد الرئيس السيسي على أن تغيير الواقع لا يتحقق بالكلمات والشعارات، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى
والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح، ثم العمل الدؤوب، ثم العمل الدؤوب، ثم العمل الدؤوب. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة. وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس التونسي، متمنيا لتونس الشقيقة حكومة وشعبا كل تقدم وسلام وازدهار. ومن جانبه أكد الرئيس التونسي أن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهي الذكرى التي ستظل راسخة في عقول وقلوب شعوب الأمة العربية. هذا وتوالت برقية التهنئة من عدد من الدول لمصر بمناسبة احتفالاتها بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث هنأ الرئيس السيسي كل من العاهل السعودي وأمير الكويت والرئيس الفلسطيني بمناسبة ذكرى الانتصارات. أكدت السيدة انتصار السيسي أن نصر أكتوبر المجيد أثبت بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: نحتفل اليوم بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيها بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات. وأضافت: سلاما إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعا عنه وعن استقلاله وصون كرامته. قوتنا العسكرية تتحدى اليوم قوتهم العسكرية. العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا يسلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء والتي تظل في قلب الجمهورية الجديدة. وكشف التقرير عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتا إلى أنه تم وجاري تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجاري ضخها لتنفيذ المشروعات القومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013 و2014 حتى عام 2022 و2023.
احتفلت محافظة شمال سيناء بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. انطلقت الاحتفالات بمسيرة شبابية وشعبية لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وعدد من المشايخ لتقديم التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء. وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، استمرت احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش. بنتهز الفرصة وبقدم التهاني بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر العظيم إلى الشعب المصري بصفة خاصة وإلى أهالينا في شمال سيناء، وبنترحم على أرواح شهداء محافظة شمال سيناء وشهداء مصر بالكامل اللي خاضوا حرب 73. بنترحم عليهم لأنهم الدماء اختلطت، دماء المواطنين مع دماء رجال القوات المسلحة مع دماء رجال الشرطة، الدماء اختلطت لكي تروي هذه الأرض بحيث يخرج نتيجة هذا نبتة صالحة لصالح محافظة شمال سيناء. الاحتفالات انطلقت بمسيرة شبابية وشعبية لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وعدد من المشايخ لتقديم التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء. بالنسبة لجامعة العريش، بنقول من أهم القرارات الاستراتيجية اللي خاصة بسيناء كلها وإنشاء جامعة العريش، وبنعتبر جامعة العريش جزء أساسي من التنمية في سيناء، وبنعتبر بيت خبرة لجميع المشروعات بتتم في سيناء. وبقول دايما ان سيناء هي رؤيه قائد واراده شعب. اهالي الشيخ زويد يشكرون كل القوات المسلحه والشرطه المدنيه على المجهود الذي صارت بعد 7 سنين من ارهاب الاسود، والان نحن نمر بعمليه تنميه سيناويه عامه تحت رعايه القوات المسلحه والشرطه المدنيه. تضمنت الاحتفالات لقاء قيادات المحافظه مع عدد من الاهالي ومشايخ القبائل والمدن حول دور رجال القوات المسلحه والشرطه المدنيه لاعاده الاستقرار والامان الى ربوع المحافظه. سطرت مدينة الإسماعيلية اسمها بأحرف من نور خلال حرب أكتوبر، فكان دورها محوريا في صد هجوم كان يمكن أن يغير مجرى الحرب. ودخلت المدينة الباسلة واحدة من أكثر المعارك ضراوة استطاعت خلالها الصمود وأحبطت محاولة بائسة للعدو لعزلها. ملحمة أكتوبر المجيدة ممتلئة بقصص البطولات والحكايات التي لا تعد ولا تحصى، ودروس تركت بصمتها لأجيال متعاقبة في الإرادة والصمود وروح الوطنية والفداء. فبينما كانت قواتنا الباسلة تمضي في إحكام قبضة النصر، كانت مدينة الإسماعيلية ومحيطها على موعد مع معركة أكثر ضراوة، بل كانت معركة النفس الأخير للعدو الذي أعماه غروره وظن أنه يستطيع قلب موازين النصر لصالحه. المعركة بدأت بعد أيام من عبور القوات المسلحة للضفة الشرقية لقناة السويس وتحطيم خط برليف المنيع، حيث حاولت قوات العدو رد الهزيمة والتسلل للضفة الغربية للقناة عبر دباباتها. محاولة يائسة جاءت في اللحظات الأخيرة على خلفية التعليمات الصادرة لقوات العدو حول قرار وشيك يتم التحضير له في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وأن التحرك السريع لتطويق الجيشين الثاني والثالث وحصارهما واحتلال مدينتي الإسماعيلية والسويس بات أمرا ملحا. ورغم أنه لم يمر سوى أيام وساعات على شهادتهم لحجم الإرادة المصرية واعترافهم بأنها لم ولن تنكسر، نسيت قوات العدو أو ربما تناست ما حدث وحاولت اقتحام المدينة الباسلة. فكانت
استعانت القوات المسلحة لهم بالمرصاد لتثبت قوات الصاعقة والمظلات المصرية تفوقهما على سلاح المدرعات للعدو، ونجحتا في ردع احتلال أو عزل المدينة. لم تكن مجرد معركة ردع، بل نقطة مضيئة وبطولة فريدة أثبت فيها المصريون من جديد أن إرادتهم وصمودهم يفوق أي عدة وعتاد تسعى للمساس بذرة تراب من أرض الوطن. وللحديث أكثر عن ذكرى انتصارات أكتوبر معنا عبر الهاتف اللواء أركان حرب أحمد يوسف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، بعد التحية دعنا نتوقف عند أبرز المشاهد التي علقت بالذاكرة عن حرب أكتوبر المجيدة. أولا كل سنة وأنتم طيبين والشعب المصري كله طيب والقوات المسلحة طيبة. يعني من المشاهد اللي بتعلق في ذهني، أنا طبعا كنت سنة تانية في الكلية الحربية، لكن المشاهد اللي بتعلق في ذهني بقوة هو حالة الفرحة بعد عبور قناة السويس. يعني إحنا كنا طلبة في الكلية، وكان الحالة المعنوية بتاعتنا بحالة ترقب وحالة حذر وحالة يعني يا ترى يا هل ترى، لكن مجرد ما نجحنا في عبور قناة السويس كانت في حالة فرحة كبيرة قوي 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 جوانا كلنا كطلبة في الكلية الحربية في هذا التوقيت. أما عن المشهد بشكل عام، مشهد حرب أكتوبر، فالحقيقة طبعا يعني المشاهد كثيرة، وأنا بعد كده اتخرجت من الكلية والتحقت بقوات الصاعقة، ويعني تعلمت على أيدين قادة كانوا راجعين من من النصر أكتوبر، واتدربت على وتتلمذت على أيديهم حتى توليت قيادة قوات الصاعقة. فالحقيقة يعني دروس ودروس كثيرة مستفادة من هذه الحرب وبطولات لقوات الصاعقة تمت في هذا النصر العظيم. أبرزها كان كمين سدر الجبلي اللي قامت به مجموعة من يعني وحدة قتالية صغيرة، نجت من إبرار تعرضت لي قوات الصاعقة أثناء تنفيذها للعمليات في ممر سدر الجبلي. وهذه القوات الصغيرة لمت نفسها وتمركزت في هذا المضيق اللي هم طبعا يعني كانوا دارسينه كويس وعارفينه كويس قوي، وفعلا منعوا عبور لواء مدرع للعدو 16 يوم طوال مرحلة القتال حتى توقف لم يستطيع اللواء المدرع الإسرائيلي من عبور ممر سدر الجبلي. وطبعا دي كانت يعني معركة فاصلة جدا جدا، لأن لو كان هذا اللواء نجح في العبور من ممر سدر الجبلي كان يتدخل في أعمال قتال الجيش أو أعمال قتال رؤوس الكباري اللي كان للقوات اللي عبرت، وكان يمثل عقبة ومشكلة كبيرة يعني. لكن الجنود من الوحدة الصغيرة بتاعت الصاعقة اللي نجحت في قفل مضيق، وحاول العدو مرات ومرات يعدي، وجاب طيارات وضرب في المضيق، وحاول يعبر بدبابات اتضربت دبابات في قلب المضيق وهكذا. فالحقيقة البطولات كثيرة وكثيرة في حرب أكتوبر. يعني في تحليل يعني استمعنا إليه عن حرب أكتوبر المجيدة قيل إن القادة الإسرائيليين أكثر ما أرهبهم هو عقيدة الجندي المصري وطبيعته. بلا شك الجندي المصري كان أحد، أو نقول المقاتل المصري بقى، لأن المقاتل المصري يشمل الجندي والضابط وضابط الصف. المقاتل المصري كان المفاجأة التكتيكية إذا جاز التعبير في حرب 73. هذا المقاتل كان عنده جرأة وعنده عزيمة وعنده إرادة لا توصف. يكفي يعني أن أقول لحضرتك أن يعني في معارك الدبابات
كان يعني دبابات العدو متفوقة وبتكنولوجيا وبمدايات تسليح لمنظومة التسليح اللي على الدبابة تصل حتى 3 كيلو أكبر. إحنا كنا بنتصدى أو مقاتلين الأبطال كانوا بيتصدوا لهذه الدبابات بالار بي جي والمغزوف الموجه المضاد للدبابات الملوتيكا. وده كان المدى بتاعه، الار بي جي مدى حوالي من 300 ل 400 متر والملوتيكا يعني لا يتعدى ال 2 كيلو. والدبابه تستطيع ان تصيب اي مجال امامها حتى 3 كيلو. فكيف ينتظر الجندي او المقاتل المصري بالار بي جي او القاذف اللي موجود معاه المضاد للدبابات حتى تصل الدبابة إلى المرمى المؤثر لي ويطلق عليها قذفته ويصيبها ويحقق خسائر رهيبة؟ فضيحة يعني كم نعم. الخسائر كم الخسائر اللي حدث في دبابات العدو من المغزوفات الموجهة البسيطة؟ ده كان أحد الدروس اللي درست بعد كده كيف تتعامل مع الدبابات بالمغزوفات المضادة، درست في المعاهد العالمية وفي دراسات وفي مراكز الدراسات الاستراتيجية. الجندي المصري كان مفاجأة، لا جدال في هذا، كان المفاجأة الحقيقية في الحرب الجندي أو المقاتل المصري. عوامل عدة شاركت في تحقيق هذا النصر، على رأسها المقاتل المصري كما ذكرت، سيادة اللواء أركان حرب أحمد يوسف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات. ظهر دور الدبلوماسية المصرية جليا خلال حرب أكتوبر المجيدة، فتزامنا مع خوض أبطال القوات المسلحة حرب العزة والكرامة
كانت الدبلوماسية حاضرة في مختلف المحافل لتسير خطوة بخطوة مع النصر المحقق، واستطاعت أن تكون أداة للتفاوض من مصدر قوة، ومن ثم تنفيذ كل القرارات المتعلقة بمجلس الأمن والأمم المتحدة. بينما كان ذراع مصر يحمل السلاح مدافعا عن الأرض لآخر نقطة دم، كانت الدبلوماسية تجلس على مائدة المفاوضات مرتكزة على ما تم تحقيقه من نصر على الأرض. في ملحمة أكتوبر المجيدة كانت الدبلوماسية ظل المعركة ومظلتها منذ فترة الإعداد والتمهيد وحتى تحرير جميع أراضي الوطن المحتلة. وتأكيدا على تمسك مصر بالسلام حتى اللحظة الأخيرة، كانت القاهرة أول من وافق على قرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في 22 من أكتوبر رغم استمرار انتهاكات العدو، وصولا لاجتماع مجلس الأمن للمرة الثالثة في 25 من أكتوبر وإصداره قرارا ثالثا جدد فيه دعوته لوقف إطلاق النار فورا، وأعلن إنشاء قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي توقف بالفعل على إثره إطلاق النار تمهيدا لعقد اجتماع بين الطرفين لبحث التنفيذ. وفي خيمة تابعة للأمم المتحدة نصبت عند الكيلو 101 على طريق القاهرة السويس، عقد الاجتماع الأول بين الوفدين المصري والإسرائيلي في 28 من أكتوبر، وتركزت المباحثات فيه حول وضع الأسرى والجرحى ورسم خطوط 22 من أكتوبر لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي. ثم بدأت جولة جديدة من المباحثات في يناير من عام 1974 بأسوان، ترتب عليها تخفيض عدد القوات المصرية في سيناء لإثبات نوايا السلام وشروع في اتفاق حقيقي يضمن مصالح الجانبين. الزعيم الراحل محمد أنور السادات لم يكتفي بما تم التوصل إليه، بل واصل السادات اتصالاته ومباحثاته السرية والعلانية مع عدد من رؤساء وملوك دول عربية وأجنبية حول السلام مع إسرائيل لتنتقل الكرة إلى ملعبهم. كلمات وجدت صداها في الداخل الإسرائيلي ليواصل الجانبان المحادثات على قدم من صلبة لا تخلو من تراخي العدو بين الحين والآخر، حتى وصلت المباحثات لطاولة كامب ديفيد للسلام في سبتمبر من عام 1978، مباحثات أعقبها التوقيع على معاهدة السلام لإنهاء الحرب وإعادة تدشين العلاقات بشكلها الجديد. شهدت محافظات الجمهورية تنظيم فعاليات وأنشطة مختلفة احتفالا بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تم تنظيم ماراثون رياضية شارك خلالها عدد من المواطنين، كما تخللت الاحتفالات أنشطة رياضية وفنية، فضلا عن وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري للشهداء عرفانا بما قدموه من تضحيات لحفظ واسترداد تراب الوطن. في إطار الاحتفالات بالذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، نظمت مختلف محافظات الجمهورية العديد من الأنشطة والفعاليات إحياء لهذه الملحمة البطولية. الفعاليات تضمنت مهرجانات رياضية إلى جانب فقرات رياضية وفنية وفقرات لذوي الهمم، بالإضافة إلى معارض للمشغولات اليدوية. وجاء احتفالنا النهاردة من خلال اشتراك مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأزهر الشريف وكل الجهات في مطروح. اشترك النهارده في هذه الذكرى الجميله من خلال احتفال ويوم رياضي جميل، ومن ضمن احتفالنا برضو اصحاب ذوي الهمم وشفنا عروض بتاعتهم جميله جدا وبعض العروض الرياضيه والفروسيه. جميل في الاحتفاليه ان الشباب اللي هو صغير هم اللي بيحتفلوا وبيقدموا كل الشكر والتحيه لقواتنا المسلحه العظيمه، والتاريخ بيعيد نفسه النهارده. ادي الشباب اهو كان درسوا حرب اكتوبر اخبارها ايه، والنهارده احنا بيعبروا قناة السويس على كوبري النصر، أحد إنجازات الدولة المصرية، أحد إنجازات معركة التنمية. إن شاء الله الاحتفالية هتبقى مستمرة النهاردة، بالإضافة إن إحنا عندنا مراكز شباب مطروح كلها هتبدأ عاملة مهرجانات واحتفالات النهاردة على مدار شهر أكتوبر كله. كل مراكز الشباب موجودة والأندية والمدرسة الرياضية في التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني، كل أطياف المجتمع البورسعيدي النهاردة شغالة معانا عشان نوصل رسالة إن جيل بيمثل جيل، ان احنا
كلنا ان شاء الله عندنا امل في المستقبل زي ما حققنا النصر في 73، ان شاء الله نحقق النصر فيما هو قادم ان شاء الله. محافظات الجمهوريه شهدت ايضا احتفالات ومراسم لوضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، اعقبها قراءه الفاتحه على ارواح شهداء مصر وفاء لهم وعرفانا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعا عن سلامه الوطن والشعب المصري العظيم. بمناسبه نصر اكتوبر 6 اكتوبر العيد 49 لهذا النصر العظيم، بنبارك لمصر كلها بهذا النصر. النهارده كل الجهاز التنفيذي والقيادات الامنيه موجوده للاحتفال بهذا اليوم السعيد، واحنا النهارده في الماراثون بنعمل زي زياده لانتماء الوطن، والمفروض ان الشباب اللي طالعه دي هي كمان تعرف القيمه والثمن اللي دفعوه الجنود زمان، فيعتبر هو ده في حب مصر. برضه حاجه كبيره وحاجه عظيمه يعني، واستردنا فيها ارضنا، وده حدث تاريخي ومحدش عمره ينساه. واحنا النهارده جايين بنحتفل بالاطفال وبنراجع الذكريات دي، هذا الحدث عظيم وكبير ولازم يكون نزرعه في كل طفل موجود معانا. جايين نشارك هنا في اعياد النصر وبندعم بلدنا. الاحتفالات تخللها ايضا عزف للموسيقى العسكريه امام النصب التذكاري للشهداء الذين سطروا اسماءهم باحرف من نور في تاريخ الوطن وسجلاته العسكريه، لتبقى ذكرى الحرب المجيده خالده في اذهان وقلوب المصريين والعرب. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. في إطار الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1557 نزيلاً من الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي. مع إشراقة شمس 6 أكتوبر وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تفتح أبواب الأمل والحياة لهؤلاء المفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي بمناسبة هذه الذكرى الخالدة. فقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 458 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم إحياء لانتصارات أكتوبر، فكان العفو بالنسبة لهؤلاء فرصة جديدة للحياة. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. العفو بالنسبة لنا بداية جديدة، وإن شاء الله يعني نبتدي بداية وحياة تانية خالص غير اللي كنا عايشينها يعني بإذن الله. نشكر سيادة الرئيس على العفو ده، إحنا فرحة كبيرة والله العظيم، ما كناش منتظرينها يعني، بس الحمد لله يعني. الحمد لله بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بعفو 6 أكتوبر، كلنا طبعا فرحانين الحمد لله، ويعني خلانا نبدأ حياة جديدة وتعلمنا والحمد لله على كل حاجة يعني. انتهت لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية إلى الإفراج عن 1557 نزيلاً من تنطبق عليهم شروط العفو بعد تأهيلهم وإصلاحهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي وفرت لهم البيئة الإنسانية والاجتماعية والتأهيلية التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم. جينا هنا بتواجدنا في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، لقينا أن كل واحد عنده مهنة ممكن يقدر يمارسها بشكل جيد وياخد عليها مقابل مادي أو ومعنوي كبير جدا من الناس المتواجدة هنا. بنشكر جدا السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأنه ادانا فرصة تانية، وبيأكد أن النزيل لا يعاقب مرتين. في البداية عايز أقول أن مركز إصلاح والتأهيل حاجة كويسة جدا، حاجة آدمية، فيها هنا تأهيل وفيها ننزل مكتبة، ننزل ورش هنا تصنيع نجارة وحدادة، وهنا مركز طبي عالمي اللي فيه رعاية طبية متكاملة. هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه.
التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم محاور السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تراعي فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتمنح من خلالها الفرصة للمفرج عنهم ليبدأوا من جديد حياة كريمة. العفو ده جاني فرصة للحياة، خلاني يعني خلاني أرجع عيشة تاني مع عيالي، فرصة حلوة جاتني. طبعاً أول حاجة بحمد ربنا إن هو فكها علينا، والحمد لله برضو خرجنا لأولادنا والأهالينا، وإن إحنا نرجع في وسطهم تاني زي الأول، ويا رب يفكها على الناس التانية. وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر إدارة مبنى مركز وتأهيل وإصلاح وادي النطرون على الاهتمام والأخلاق والتعامل. بنصنع في المجزر اللي هو بتاع الدواجن، وأخد شهادة من جوه من امتحان، وأخد شهادة، وإن شاء الله لما أطلع بره أنا معايا شهادة هطلع أقدم بيها بره وأشتغل في شغلة زي كده هتنفعني بره. بالإنسانية والأمل وبالإرادة والعمل والحب بين الناس. فرحة كبيرة للمفرج عنهم وهم يخطون خطواتهم الأولى خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث كان في استقبالهم ذويهم الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالعفو الرئاسي عن أبنائهم وعودتهم لأحضانهم مرة أخرى. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 134 طن. وفي مجال السلع على السلع المدعومة تم ضبط 61 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي فتم ضبط 71 طن، كما تم ضبط 723 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و136 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وتم ضبط 17 قضية في مجال قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت قرابة 351 طن. أدانت مصر الهجوم الإجرامي الذي شهدته مقاطعة ناكلانغ بمملكة تايلاند الصديقة، وأسفر عن مقتل العشرات من الضحايا الأبرياء بينهم العديد من الأطفال، فضلا عن عدد من الجرحى والمصابين. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لتايلاند وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها إلى جوار حكومة وشعب مملكة تايلاند في هذا الظرف الأليم. تتواصل في مدينة شرم الشيخ الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير استعدادا لمؤتمر الأطراف المعني بالتغيرات المناخية كوب 27 والمقرر تنظيمه الشهر المقبل. خضراء هي مدينة السلام، شعار لا تراه على اللافتات فقط بل ترصده على أرض الواقع بأعمال إنشائية وتطويرات طالت جميع نواحي مدينة شرم الشيخ، من فنادق وأماكن سياحية وطرق وميادين جديدة، استعدادا لمؤتمر الأطراف المعني بالتغيرات المناخية كوب 27. كمية المشروعات اللي تمت حاجة يعني غير متوقعة بصراحة ربنا. في أول ما جينا هنا اشتغلنا على الطريق الدائري، دائري شرم هنا، خلص كله بالظبط تقريبا في وقت قصير جدا. بصراحه احنا في الوقت الحالي ده بصراحه الطرق بقت كويسه، واللفت اللي اتعملت حاجه كويسه في البلد، وبصراحه احنا في مرحله كويسه جدا احسن من الاول بكتير. الطرق والارصفه والميادين الجديده تم تاهيلها ورفع كفاءتها باستخدام مواد صديقه للبيئه، استعدادا لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ وتسهيل طرق الوصول لاماكن عقد المؤتمر وفنادق التسكين وغيرها من اماكن الورش التحضيريه، فضلا عن انشاء ممشى سياحي جديد. احنا هنا بقالنا شغالين ما يقارب 3 شهور، طبعا شغالين بطقم عمل تعمل على مدار 24 ساعة لإنشاء ممشى جديد بمدينة شرم الشيخ بطول 6 كيلو. الممشى مكون من رصيف مبدئي يحد الطريق، ومزمار للعجل، وأحواض زراعية، وممشى بعرض يتراوح من 7 ل 12 متر، وخلفه حوض زراعات.
الممشى مكون من برجولات للصراحات وبرجولات مضيئة، وعلى مسار برضو الممشى متواجد محلات. حاجة تطور جميلة جدا في الموقع اللي هنا احنا واخدين جزء يعني شغالين فيه. بدأنا الأول بشغل إنشاءات اللي احنا عملنا البوابة، وبعدين المحلات وبرجولات والكلام ده، وبعدين عملنا لاندسكيب زي ما حضرتك شايف كده اللي هو البلدرات والبازلت والزراعة والكلام ده، وبعدين شغالين يعني في تطور وفي احسن. لم يقتصر تطوير الطرق على الشوارع والميادين فقط، بل شمل ايضا وضع عدد من اللافتات الارشاديه والتوعويه عن اهميه مؤتمر المناخ واماكن عقد الجلسات الرئيسيه، بالاضافه لاستخدام اعمده اناره تعمل بالطاقه الشمسيه. تفاصيل صغيرة من طرق وميادين وأرصفة تتجمع لترسم صورة كاملة خضراء اللون، صورة تخرج من مدينة السلام برسالة ترحيب للعالم بضيوف مؤتمر المناخ، لتعبر عن تكاتف محلي دولي من أجل مستقبل أخضر وأفضل للعالم. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة كسب بلاده الحرب، محذرا من عواقب الهزيمة على الدول الأوروبية. وخلال كلمته في الدائرة التلفزيونية المغلقة أمام القمة الأوروبية في براغ، حذر زيلينسكي من استمرار روسيا في حربها وتوغلها في دول أخرى، مشددا على ضرورة الانتصار في الحرب لمنع روسيا من الوصول إلى وارسو أو براغ أو قيام الأسطول الروسي بإغلاق الموانئ. هذا ويعقد قادة 44 دولة في براغ اجتماعا هو الأول في إطار المجموعة السياسية الأوروبية في صيغة غير مسبوقة تحمل رمزية قوية بعد 7 أشهر على بدء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أطلق فكرة التجمع في مايو الماضي أنه يشكل رسالة عن وحدة أوروبا، مضيفا أن المجموعة السياسية الأوروبية أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي. هذا وأعلنت أوكرانيا أن جيشها استعاد أكثر من 400 كيلومتر مربع في جنوب منطقة خرسون في أقل من أسبوع بعدما أعلنت موسكو ضم المنطقة. من جانبها كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة زايتسيفو بدونتسك، إضافة إلى مقتل أكثر من 120 جنديا أوكرانيا بالمنطقة. من جهة أخرى نفى المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف تقارير عن فرار 700,000 روسي من روسيا منذ الإعلان عن حملة التعبئة. وقالت الرئاسة الروسية أنه يجرى حاليا التحضير لزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى موسكو قريبا. قالت شركة غازبروم الروسية إنها وقعت اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسي للصين إلى اليوان والروبل بدلا من الدولار. وقال إليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني يحقق فائدة متبادلة لكل من غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية، وسيكون مثالا يحتذى به للشركات الأخرى. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسيين لا سيما الشركات إلى تنفيذ تدابير خطة الرصانة الخاصة بالطاقة دون تأخير، والتي ستسمح لفرنسا باجتياز الشتاء القادم حتى لو كان قاسيا. أضاف ماكرون خلال اجتماع لرواد الأعمال نظمه بنك الاستثمار العام بباريس أن بلاده ستقنع الأوروبيين بشأن آلية سقف مشترك لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 20 و21 من أكتوبر الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل. Faut pas de décret, de loi, de choses.
كشفت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية عن أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الولايات المتحدة تراجعت بنهاية شهر أغسطس الماضي، وانخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر الماضي، وتراجع المخزون إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 1984. نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. الكاظمي يشدد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار لحل الأزمة السياسية في العراق. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق مصطفى الكاظمي أن الحل السياسي في بلاده يتمثل في العودة إلى طاولات الحوار والنقاش ووضع الخلافات جانبا، والحديث بكل صدق وأمانة للخروج بحلول واقعية تنهي هذه الأزمة السياسية. وطالب الكاظمي مسؤولي المحافظات بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، مشيرا إلى أن لديهم صلاحيات معالجة أي خلل وفق السياقات القانونية والتوجيهات المقدمة لهم. في شأن آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن مشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني من شأنه أن يؤمن مسار تبادل الطاقة بين البلدين، معتبرا أنه ترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون التي اعتمدتها الحكومة. جاء ذلك خلال وضع رئيس الوزراء العراقي ونظيره الأردني بشرى الخصونة حجر الأساس للمشروع، حيث أعرب جانبان عن حرص حكومتي البلدين على تطوير آليات العمل الثنائية وبما يتكامل مع أفق العمل الإقليمي والتنمية المستدامة. هذا المسار الذي يؤمن تبادل الطاقة بين العراق والأردن الشقيق، وهو انعكاس لترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح التي تقوم بها هذه الحكومة. وقد عملنا سابقا على التعاون على الربط الكهربائي مع دول أخرى كالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وقد وقعنا اتفاقية مع هذه الدول في مؤتمر جدة قبل أشهر. دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل، وذلك قبل نحو 18 يوما من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون في 31 من أكتوبر الجاري. كان المجلس قد تعثر في انتخاب رئيس جديد للبلاد بالجلسة الأولى للانتخاب والتي عقدت في 29 من سبتمبر الماضي. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. القافلة فيها صيدلية متكاملة لجميع انواع اصناف الادويه اللي موجوده في بيحتاجها العيادات التخصصيه اللي موجوده معانا. موجود معانا كمان معمل تحليل فيه جميع التحاليل اللي بيطلبها العيادات التخصصيه، جهاز اشعه اكس راي للكشف على العظام والصدر. القافله هنا بتقدم خدماتها في هذه القريه لمده يومين. بنسعى ان احنا نقدم خدمات القافله بذات جوده عاليه عشان نحقق رضا المواطن عن الخدمات اللي بتقدمها القافله بالمجان تماما. القافله من ضمن 8 قوافل بتتعمل كل شهر في إطار حياة كريمة في المبادرة الرئاسية لوزارة الصحة، مشتركة فيها مع مؤسسة حياة كريمة في عمل خدمات طبية للأسر المحتاجة والأكثر فقرا، واللي ما بتقدرش تروح زي ما احنا عارفين المستشفيات القريبة والمستشفيات بتبقى كبيرة جدا وبتخدم ما بين 1000 إلى 2000 حالة كل قافلة في اليومين اللي بتقعدهم، بتخدم حالتي 2000 حالة في اليومين دول.
أما الآن فمع أخبار المال والأعمال. ودينا شرف، أهلا بك دينا. شكرا لك صحة، شكرا لك رغدة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد وزير الزراعة سيد القصير على أن مصر لديها إنتاج وفير من أصناف القطن طويلة التيلة، ويلقي طلبا متزايدا عالميا. وخلال اجتماعه مع وزير التنمية والابتكار رئيس مجلس القطن الأوزبكستاني إبراهيم عبد الرحمنوف، شدد الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في عام 2018 في مجالات تطوير الثروة الحيوانية والميكنة الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي في أقرب فرصة ممكنة. تابع وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع محافظ السويس عبد المجيد صقر الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين. وخلال اللقاء وجه وزير التنمية بضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة، وذلك تلبية احتياجات مواطني المحافظة ودخول تلك المشروعات الخدمة. وأشار عبد المجيد صقر إلى تقديم محافظة السويس لكل التيسيرات اللازمة وتذليل أي معوقات للانتهاء منها بصورة سريعة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و60 قرشا للشراء و19 جنيه و71 قرشا للبيع، وسجل اليورو 19 جنيه و41 قرشا للشراء و19 جنيه و51 قرشا للبيع، الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيه و19 قرشا للشراء و22 جنيه و32 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و21 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 1713 دولارا و91 سنتا للأوقية. ومحليا سجل عيار 18 نحو 926 جنيها، عيار 21 سجل 1080 جنيها، عيار 24 سجل الجرام 1235 جنيها، وأخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8640 جنيها. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج وسط استمرار المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط حد من الخسائر. وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.1%، كما تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1%، وفي أبو ظبي تخلى المؤشر عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا بنسبة 0.1%. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى رغدة وصحر، إليكما. شكرا لك دينا. وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي يؤكد أن الحرب المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر. وتزامناً مع الذكرى 49، مجلس الوزراء يؤكد أن الاستثمارات في أرض الفيروز تخطت 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات. زينسكي يشدد على ضرورة كسب الحرب بأوكرانيا لمنع روسيا من التوغل في دول أخرى. نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكراً لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.